معنا على التليفون دلوقتي المعلق الرياضي علي محمد علي. يعني علي، انت امتعتنا امبارح، علي معلق المباراة، امتعتنا في مباراة امبارح ومباراة الكاميرون، وتعليقك كان فوق الرائع في الحقيقة. صباح الخير علي. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل الشعب المصري. سعيد اكون مع حسنت ومع هدير، وطبعا برحب بالناقد الرياضي الدكتور عثمان ابراهيم. هنقول ايه؟ هنقول هارد لك للمنتخب المصري بالامس، وكنا قريبين جدا لكن قدر الله ما شاء فعل. ويمكن انا مع اكمل مع كلامكم، احنا فعلا بنمر بمرحله مهمه جدا، خلاص نطوي صفحه امم افريقيا. احنا ابطال بكل ارقامنا، بتاريخنا، ببطولاتنا، بوصولنا للمباراه النهائيه. صحيح ما خدناش اللقب، انا ما اعتقدش ان احنا خسرنا. احنا هي يمكن ركلات ترجيح فيها جانب من التوفيق وعدم التوفيق. منتخبنا ادى بشكل مميز جدا، نبني بقى على كده ان شاء الله، ونستعد للقائين المهمين امام منتخب السنغال اللي هو نفس المنافس اللي كان معانا في المباراه النهائيه. وشفنا اخطاء، ايه في اخطاء؟ طبعا اكيد في اخطاء، في مشاكل في الناحيه الهجوميه، دفاعنا قوي جدا، محتاجين نطور ادائنا الهجومي في وسط الملعب، محتاجين نطور ادائنا الهجومي في الخط الامامي. مش معقول نصل للمباراه النهائيه باربع اهداف فقط، عندنا مباراتين مهمين جدا جدا جدا. ونؤكد ثقتنا في اللعيبه وثقتنا في الجهاز الفني اللي الحقيقه يعني بذل جهد كبير قوي في موضوع الاستشفاء، لان احنا بنلعب للمباراه الرابعه على التوالي وقت اضافي، ودي كانت حاجه صعبه جدا يعني على العكس. مساله انه احنا لعبنا اربع ماتشات 120 دقيقه والوصول لضربات الجزاء، يعني شايفها ازاي؟ والتعليق واحساسك ايه؟ وضربات الجزاء شغاله، الموضوع صعب بعد الماتش كمان. لا هو يعني السيناريو بتاع المباراه اداني انا احساس كمعلق مباراه ان احنا ان شاء الله هنكسب يعني. وده اكيد طبعا الاحساس وصل لكل المشاهدين والمتابعين. فصدمه الخساره بركلات ترجيح، انا مش بقول خساره، لانها احنا في الرياضه لازم تطلع بمكاسب يعني. هي مباراه، والسنغال هو منتخب كبير ويستحق اللقب على فكره. احنا لا نقلل منتخب السنغال، لان هم برضه لعبوا مباراه كبيره وواجهوا منافس بكل تاكيد بامكانياته، لكن طبعا الارهاق البدني كان واضح جدا على لعيبتنا، مش في المباراه يعني. ده من اول الشوط الاول وانت تشعري ان في تعب، في ارهاق. ارهاق طبعا، تلعبي 120 دقيقه، ده غير الضغط النفسي والعصبي في ركلات الترجيح، ده انت كانك شايله جبل يعني. على طبعا على ذكر جبل، اعتقد محمد ابو جبل يعني عمل بطوله كبيره قوي، وكان احد نجوم البطوله، ودموع محمد صلاح ودموع ابو جبل ودموع تريزيجيه واللعيبه، وشفنا الجهاز الفني قد ايه كان متاثرين جدا بعدم الفوز باللقب، لان ده كان طبعا اكيد شيء يسعدنا. وشفنا كلمات التقدير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين، وبعد المباراه ما فيش يعني بدقائق قليله طلع التصريح ده، وشفنا صحيح المسانده للعيبه والمسانده الناس الحقيقه كلها يعني مقدره اللي اللعيبه عملوه، ومقدره اللعب الحلو والمجهود الكبير اللي اتعمل من كل اللعيبه، رغم الارهاق ورغم التعب ورغم الاربع مباريات الصعبين قدام يعني منتخبات كلها كانت مرشحه للفوز باللقب. لا، انك تتخطي كوت ديفوار، تتخطي المغرب، تتخطي الدوله المنظمه الكاميرون، يعني ده يعني طبعا مباراه السنغال، انت عامله درو وخسرانه بركلات ترجيح، يعني هي خساره مشرفه، لكن في نفس الوقت انا رغم الخساره لكن انا فخور بمنتخب بلدي، فخور بلاعبتي، فخور بالروح الموجوده، فخور بالشعب المصري اللي مقدر لعبته. يعني انت من النادر قوي ما تلاقي منتخب يخسر وتلاقي الجمهور، طبعا رغم مراره الخساره ورغم ان كلنا طبعا بكينا وكلنا اتاثرنا، لكن اللي بيحدث ده وعي، والوعي ده ان شاء الله يستمر. طيب ان شاء الله باذن الله يعوضوها بالتاهل ان شاء الله. طب استاذ علي، انت شفت ازاي امبارح بقى مع مباراه او الـ يعني لعب ضد السنغال، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في الفترات الجايه عشان في المباراه الجايه كمان 40 يوم ان شاء الله نقدر ان احنا نتغلب عليهم؟ احنا ان شاء الله باذن الله يعني الروح الموجوده دي تديكي امل باذن الله. محتاجين برضو تدعيم في بعض المراكز الفتره الجايه، ممكن بعض اللعيبه تنضم،
طبعا مش ما بقولش نغير هيكل الفريق، لكن في بعض المراكز انت محتاجه برضو تدعمي وسط الملعب، تدعمي بعض الاماكن اللي ظهر فيها مشاكل يعني خلال البطوله. اعتقد ان احنا محتاجين نطور الاداء الهجومي المصري، لان ادائنا الهجومي يعني طبعا كان عبء كبير قوي على النادي محمد صلاح. الحقيقه برضو لازم ناكد ان محمد صلاح يشرفنا ان يكون عندنا نجم زي محمد صلاح. لم يكن هو افضل لاعب في العالم، فهو على الاقل كتير ضمن افضل 3 لاعبين في العالم. فعندنا الاساس اللي نبني عليه، عندنا الروح، عندنا الاصرار، لكن لازم نستعد ولازم نركز ولازم نبقى فيه مسانده جماهيريه واعلاميه والكل يتضافر للهدف اللي احنا عايزينه، هو ان شاء الله التاهل لكاس العالم في قطر ان شاء الله في هذا العام ان شاء الله. بكل تاكيد المعلق الرياضي علي محمد علي بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.